ولمناقشة التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة الصحفي الفلسطيني أيمن دلول. سيد أيمن، مرحبا بكم. يعني غزة شيعت جثامين 4 قتلى سقطوا بسلاح الجيش الصهيوني المحتل بعد ساعات من إعلان حماس سريان هدنة جديدة مع الاحتلال، لكن هل تعتقد أن تصمد هذه الهدنة في هذا التوقيت تحديدا؟ يعني مرحبا لك وللمشاهدين الأعزاء. الواضح بأن المنطقة هنا في قطاع غزة على صفيح ساخن، وكذلك المنطقة في الشرق الأوسط بصفة عامة على صفيح ساخن، في ظل الحديث المتوالي والمتواتر منذ عدة شهور عما يسمى بصفقة القرن وجهود تطبيقها من أنظمة عربية وكذلك من الإدارة الأمريكية وقوات الاحتلال. لأجل ذلك كل الأحداث التي تجري في الساحة الفلسطينية في الغالب أنها تتماهى وتتماشى ويعني تسوي الطريق أمام تنفيذ هذه الصفقة. مسيرات العودة التي انتشرت على امتداد حدود قطاع غزة منذ 17 أسبوعا ولا تزال متواصلة، ربما أحرجت الاحتلال الصهيوني وأربكت حسابات الذين يسعون لتطبيق هذه الصفقة على أرض الواقع، فباتت قوات الاحتلال مستنفرة على مدار الساعة من هؤلاء المتظاهرين السلميين بشكل شعبي، وباتت كل روايتها مخدوشة أمام وسائل الإعلام الغربية وأمام الجماهير العالمية التي عملت على مدار عقود من الزمن على أن تبقى صورتها ناصعة، لكن خروج هذه الجماهير بهذا الشكل أحرج قوات الاحتلال، وبالتالي ما إن تهدأ الأمور حتى تقوم قوات الاحتلال بمحاولة إشعال أزمة هنا وأزمة هناك بهدف عسكرة هذه المسيرات الشعبية التي أربكت حسابات الاحتلال وجعلت الجميع يسأل عن السبب الذي يدفع هؤلاء المتظاهرين للتواجد على بالقرب من حدود قطاع غزة مع الاحتلال. هذه الحدود التي وضعها الاحتلال، الجميع بات يسأل في العالم لماذا يتظاهر هؤلاء، فتأتي الإجابة مباشرة أنهم يريدون حقوقهم، حق العودة إلى ديارهم التي هجرهم منها الاحتلال الصهيوني قبل عقود من الزمن، وأقرت الأمم المتحدة بضرورة عودتهم. يخرجون للمطالبة بكسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة ولم يسمع به العالم أجمع إلا حينما بدأت تخرج هذه المسيرات، بدأ الحديث عن حصار ومعاناة الشارع الفلسطيني. طيب سيد أيمن، يعني سيد أيمن، هناك من يتحدث يقول إن هذه الهدن ربما هي مسكنات سيكون لها ما بعدها في ظل اجتماعات مكثفة لقادة جيش الاحتلال الصهيوني منذ أمس. هل تتفق مع هذا الطرح سيد أيمن؟ نعم، كما قلت لك قوات الاحتلال الآن في حالة حرج شديد من هذه المسيرات الشعبية، لأجل ذلك هي تعمل وتسعى جاهدة لأن تحول الأمور إلى عسكرة الأمور لتقوم بشن حملة عسكرية على غزة سواء عاجلا أو آجلا، لكنها تحاول أن تختار الفرصة السانحة لهذه الحملة كي لا تسبب عليها ضررا كبيرا، خاصة وأنها تدرك بأن أي تصعيد في عسكري في هذه المنطقة إن كان الفلسطينيون هنا في غزة سيتعرضون من خلاله إلى معاناة كبيرة واستهداف كبير، فكذلك سيحدث هناك ضرر في الجانب الآخر وداخل المجتمع الصهيوني، وهو ربما الضرر الذي تتحسب منه القيادة العسكرية والسياسية الصهيونية من خلال وتيرة هذه الاجتماعات الكثيرة. هي تريد مواجهة مع غزة تكون بأخف الضرر على المجتمع الصهيوني حتى لا تحدث ارتدادات عكسية داخل هذا المجتمع. من غزة الصحفي الفلسطيني أيمن دلول، شكرا جزيلا لكم.